أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية، وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على حزب الله اللبناني وجماعة كتائب حزب الله الموالية لإيران في العراق. وعلاوة على ذلك، تم إدراج حركة عصائب أهل الحق العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق على لائحة العقوبات. كما وضعت الإدارة الأمريكية شركتين تجاريتين من سوريا على القائمة السوداء، وفرضت عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج بوليسار وشركة تأجير الطائرات جرين لايت موسكو وآسيا إنفست الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة. ونشرت الإدارة الأمريكية الإشعار يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 من تموز الماضي. وجاء في الإشعار أن حكومة الولايات المتحدة طبقت الإجراءات المصرح بها في قانون حظر انتشار الأسلحة النووية، وأشارت إلى أنه يتم تطبيق القيود على أي خليفة أو وحدة فرعية أو تابعة للكيانات المستهدفة، وأفادت بأن العقوبات سارية لمدة عامين، ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.